ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جمعه مباركه وطيبه على الجميع. حندير معكم على بركه الله بيتزا. حنوري لكم خياتي العجينه السحريه اللي نخدموا بها البيتزا ناجحه 100%، ولاول مره حنبارطاجي كيفيه تحضير عجينه البيتزا اللي معتمده عندي. نخدم بها لي سوفلي، نخدم بها البيتزا لي ميني بيتزا اكسيتيرا. الوغ واش نحتاجو خياتي؟ نحتاجو زوج بيض، زوج لاليفور، زوج كيسان حليب دافين، اني دفيتو ماشي مغليين دافين. نحتاجو كاس زيت، شويه ملح، زوج مغارف خميرة تاع الخبز. مقادير هادو ما يديرونا كمية شوية زيادة، تحبوا تنقصوا على حسب عدد أفراد العائلة نقصوا المقادير. ألوغ نبدأ على بركة الله. حاجة الأولى خياتي نديروا الخميرة، فرغوا الحليب دافي، بسم الله. نخلوه شويه حتى تفتعل الخميره تاعنا. اي افتعلت الخميره تاعنا خياتي، دوكا نزيدو زوج حبات بيض، نقصوهم بسم الله ونخلطو هكا بيدينا. هي طريقه سهله هاد العجينه مي ناجحه ما شاء الله. نزيدو كاس زيت ونخلطو. علاش نقولوا العجينه السحريه؟ ما فيها دلك، ما فيها تعب، ما فيها والو، تخرج نتيجه شابه. بعد ما خلطنا كامل المكونات خياتي، بسم الله. الفرينه عينك هي ميزانك، حتى تتلم العجينه. نزيدو نديرو زوج لاليفور. هاد العجينه درنا فيها خميره تاع الخبز بيان سور، ولا ليفور. لا لوفور دائما في جميع انواع الحلويات ولا العجائن نديروها توجور فوق الفرينه. نبداو نخلطو هكذا عشوائي، فوالا. نضيفو الفرينه، بيان سور الفرينه مغربله من القبل باش ما نضغطلوش في الخدمة تاعنا. ما نعجنوها، ما ندلكوها، ما والو. كيما قلت لكم خياتي نديروها في خسك جميع انواع المملحات بعيدا عن لاباط فيتي العجينة المورقة. هات العجينة تاعنا خياتي، شوفوا القوام تاعها كيفاش تجي تلاصق شويه، تجي خفيفه ما تجيش يابسه يابسه. دائما العجينه تاع المملحات ولا العجينه تاع لي صابلي ولا اي عجينه ما نيبسوهاش مليح باش نقدروا نخدموا بها. خلو ندير بابي في مون كونتاكت معاها، خلوها هكذايا
نخلوها تخمر خياتي حتى يضعف الحجم تاعها ونولي لي هاي لاصوص تاعنا خياتي. بعد ما طابت الطوماطيش تاعنا خياتي، نحيت الزعتر ونحيت الرند، ميكسيتها بالبان ميكسور. شوفوا كاش جات القوام تاعها ثقيله. هذه لاصوص طوماط او صلصه طماطم، نستعملوها في البيتزات ولا المملحات. مام خياتي نقدروا نخدموها بكميه كبيره ونحطوها في كونجيلاتور. نهار نحبوا نواسو بيتزا ولا ضيوف الغفله هكذا يجونا، ولا تجي نحضروا غير العجينه، لاصوص تكون واجده. العجينه تاعنا راهي تخمر ونستناها حتى يضعف الحجم تاعها. نربح الوقت تاعي خياتي، اني وجدت كيفاش بواش نزينوا البيتزا تاعنا. الوغ لاصوص طوماط تكون بارده خياتي، معدنوس، طون زيت، طون طومات، زيتون، فورماج مثلثات، وشيدار رابي. ولك الاختيار دائما سيدتي في التزيين. تقدري ديري الدجاج، تقدري ديري فيونداشي، تقدري ديري لي شامبينيون، كل واحد على حسب المقدورات تاعها. اي خمرت العجينه تاعي خياتي، شوفوا كيف كبرت الحجم. بسم الله، نكسر التخمار، نحطوها خياتي فوق طاولة العمل، نقسموا هذه بولات صغيرين. فوالا، شوفوا خفيفة طرية. أنا حليتهم درتهم دي بولات هكذا خياتي، نحطهم بجهة. بيانسيغ نغطوهم ونبداو نخدمو. حندير معاكم خياتي ديكور جديد في البيتزا، نوع جديد، موديل جديد كيما يقولو. حطيت بابي كويسون، شوفوا هذا بابي كويسون ماشي اللي يتباع بالمترا، هكدايا يشد لنا كتر وايكونومي كتر على اللي يتباع بالمترا. شغل تخدمي بيه وتغسليه، تنشفيه، تخليه تخدمي بيه بلوزيغ فوا. نبدا نحل العجينه تاعي هكذا خياتي، نبدا نحلها بشكل دائري. علاش قلت لكم بابي كويسون باش تجيكم سهله كي رفدوها. شوفوا كاش حليتها خياتي، ما يهمش من الداخل. شوفوا كاش حليتها رقيقه باسكو من بعد تخمر. فوالا دوكا واش نوصل خياتي، نحكم بول ولا كاش خطيوه تاع طنجرة ولا صغيره على حجم العجينه تاعنا. نحطوها في الوسط، فوالا نحطوها في الوسط، ما نضغطوش باسكو ماشي حنا نقطعوا العجينه. هادو من الزوائد نقطعهم بالمساك يا خياتي. ديكور جديد نبدلو شويه، كاين بزاف هذوك الشوارب تاع البيتزا ما ياكلوهمش كي ناشفين. ايبان جاتني اونيدين وسي هالعفسه، هذوك الشوارب نفخصيهم بالفرماج غابي باش ما يروحوش هكذاك خساره. نقطع هكذا خياتي تورلوتور. اني كملت تورلوتور خياتي، نرفد التبسي تاعنا، نرفد التبسي تاعنا. شوفوا لا فورم، لا فورم تاعها. ندير تورلوتور بالبانسو البيض، فوالا نحكمو فورماج شيدار رابي نسيي ونديروه تورلوتور. نستفو هكذا خياتي. شوفو علاش قلتلكم نديرو بابي كويسون، ندورو العجينة كيما نحبو. نلصقهم هكذا مليح،
جربت خياتي درت عفوا جربت خياتي درت هنا فرماج تاع لحم لافاش كيري ولا اي نوع. كي دخلتها في الكوشه شغل داك الفرماج نشف ما عجبتنيش النتيجه. يبقى قررت ندير شي دار باش يجي هكا يتجعد وتجيب لنا تانيك. فوالا شوفوا الشكل خياتي كاش جا. قلت لكم بابي كويسون يعاونكم شغل نرفدوها هكذا ندخلوها في الكوشه. دوكا خياتي واش نوزو؟ نوزو لاصوص طوماط لداخل. شوفوا لاصوص طوماط كاش جات عقده. فوالا دوكا قلت لكم كل واحد كاش يحب الديكا. نديرو الزيتون، نديرو شوية معدنوس، فوالا، نديرو الطون، كل واحد شوفو كاش درت خياتي وماك نحكمو شي دار. نديروه هكذايا وصفة بنينة بزاف. نزيد دي مخصو تاع فرماج يعني واش يكون عندك ديري اختي. خلوها هكذا خياتي نزيدو نخلوها تخمر شوية باش ندخلوها الكوشة معكم حباخي. نزيد نخدم معكم حباخياتي باش تشوفوا مليح الطريقة. نفس الطريقة خياتي حلو العجينة. بسم الله شوفوا العجينة طرية. تقدروا تحلوها بالحليول تنحل فاسيلمون. نحاولوا نحافظوا على الشكل الدائري. نفس الطريقة خياتي نحطو لي بول هنايا في الوسط. نقطعو هدوم الزوائد كامل. نرفد لي بول تاعي. ندير البيض تغليتو هنا. نديرو دوكا الفورماج رابي تغليتو وتوجور نفككم فضلا وليس امرا. الحباب خياتي ديروا لي ابوني ولايك باش وتفاعلوا معايا باش القناة تاعي ما تروح ليش. والقناة هذه حليتها في جالكم باش تشوفوا معايا توجور جديد. وبفضلكم لاباج تاعي سور فيسبوك طلعت لي كاتكا. وان شاء الله مزيد من التألق ان شاء الله. نحكم واحد الشرائط نديرو على شكل اكس ولا في ونغطو على الفورماج. توجور نحب ندير لكم الطرق السهله اللي تعاونكم وخاصه المبتدئات كيما هنا مثلا بابي كويسون يعاونكم. العجينة ما تلصقش. ما نستعملوش الفارينة بزاف وتبقى طاولة العمل تاعنا نقية. فوالا
نغلق هكذايا. نكمل، انا نطول في الفيديو باش تشوفوا مليح الطريقه. فوالا شوفوا كاش جات. ماشي غندير لاصوص طوماط، عفوا ندير لاصوص طوماط لداخل. ندير الزيتون، ندير معدنوس. معدنوس اختياري، كان بزاف ما يحبوش. هذه راح نديرها ب طون طوماط. فوالا بيان سور شيدار. وهذا اختياري خياتي، تحبوا ديروه تحبوا ما ديروهش. دوكا خياتي هاد لي كوتي كامل نديرو لهم البيض. باش يجو دوغي، يجو حمورة ما يجوش بيضة. على بالي سيداتي كي ديري هاد الطريقة فوق طاولة تاع الأكل ما تصيبيش كاع الشوارب تاع البيتزا محطوطين، يعودوا يضربوا عليهم دراري باسكو فيهم فرماج لداخل. تاني كنخلوها تخمر شوية هكذا تخمر، ومن بعد ندخلوها في الكوشة نار متوسطة. كي طيب من تحت نشعلوها من الفوق أبان، ونولي ليكم في طبق التقديم. شوفوا خياتي كاش حمرت البيتزا، شوفوا الفرماج كاش ذاب. هذا هو خياتي الشكل النهائي تاع البيتزا تاعنا، شوفوا كاش جات. المقادير اللي عطيتها لكم خرجت لي 9 هكذا للبيتزا. شوفوا كاش جات خياتي، شوفوا قفاها كيفاش، شوفوا الفرماج كيفاش تور لو تور. قلت لكم وداعا ما زيدوش نشوفوا الشوارب تاع البيتزا فوق طاوله. نحل معكم وحده خياتي باش تشوفوا. هي البيتزا تاعنا، شوفوا الشوارب الفورماج كاش دايب طبعا. ان شاء الله خياتي تبعتوا طريقه تحضير البيتزا وتنجحوا في العجينه السحريه اللي نخدموا بها البيتزا تاعنا، وعلى بالي باللي باذن الله حتعتمدوا عليها. وما تنساوش ديروا ابوني وديروا لايك القناه تاعي على اليوتيوب فضلا وليس امرا. صحه فطوركم البنات وصحه وهنا على قلوبكم. سلام.